خط روسيا الأحمر، الدول الحياد والدول المجاورة لها، لا لخروج جورجيا، السويد، فنلندا من حيادها، ولا لانضمام المزيد من الدول القريبة من روسيا إلى الناتو. القضية باختصار، تخيل هذه الدول عبارة عن خط فاصل بين أوروبا وروسيا. للجانب الروسي هي خط أحمر اختراقة، يعني روسيا ستكون محاصرة من قبل الغرب، وبالتالي هذا تهديد لأمنها واستقرارها. لكن التحركات الروسية ودخولها أوكرانيا أثار مخاوف الدول المجاورة لها، لتقرر فنلندا والسويد الخروج عن حيادها. فنلندا والسويد لهم تاريخ طويل بعدم الانحياز والحياد فيما يتعلق بالأمن والدفاع. الدولتين اختاروا البقاء خارج أي تحالفات عسكرية غربية واتباع سياسة أمنية متوازنة تجاه روسيا. متوازنة يعني كانت تتعاون مع الغرب والناتو في التدريبات العسكرية بدون ما تدخل بأي تحالف معاهم. في عام 1994 دخلت شراكة مع الناتو في برنامج السلام، وكان لها دور في العمليات والبعثات اللي يقودها الناتو في البلقان وأفغانستان والعراق. لكن في نفس الوقت سعت فنلندا والسويد لإبقاء حوار قوي مع موسكو وتجنب استفزازها، وكان هذا واضح بعد دخول روسيا شبه جزيرة القرم في 2014. استطلاع للرأي العام في فنلندا والسويد كشف أن كفة الميزان بعد هجوم روسيا على أوكرانيا أصبحت تميل إلى قرار الانضمام إلى الناتو. في فنلندا ما يقارب 92% من المواطنين الفنلنديين يؤيدون الانضمام إلى الناتو، 16% فقط هم اللي يعارضون، قفزة كبيرة مقارنة باستطلاع عام 2017 واللي كانت نسبة المؤيدين فيه 21% فقط. في السويد استطلاعات الرأي في السنوات الماضية وضحت دعم ثابت يتراوح بين 31 و37% لصالح قرار الانضمام للناتو، لكن بعد الهجوم الروسي قفز الرقم إلى 59%، وبالتالي بدأت الدولتين عملية مراجعة قرار الانضمام إلى الناتو. حسب مختصين الهدف هو أن تحصل فنلندا والسويد على العضوية بحلول يونيو. لماذا معاً؟ إذا انضمت فنلندا إلى الحلف قبل السويد هناك مخاوف من أن تضغط روسيا على السويد لتمنعها من الانضمام إلى حلف الناتو، والعكس صحيح. فكل المسافة أو كل المسافة بين فنلندا وروسيا هي 1300 كيلومتر براً، في حين أن السويد ما تشترك مع روسيا في حدودها البرية، لكن بينها وبين روسيا جزيرة غوتلاند السويدية الواقعة في بحر البلطيق. ويقال بأن إذا أرادت روسيا أن تتحرك وتهاجم السويد ستكون هذه الجزيرة هي منطلق لروسيا. انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو يشكل تصعيداً وتهديد خطير للجانب الروسي. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وضح أن روسيا راح تعيد توازن الوضع إذا انضمت فنلندا والسويد للحلف، وأشار أن روسيا حذرت مراراً وتكراراً أن الحلف نفسه هو أداة مواجهة من الغرب ضد روسيا، وهو ليس حلف يوفر السلام ولا الاستقرار، وأن أي توسع إضافي لن يؤدي إلى الاستقرار في القارة الأوروبية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وضحت أن خطوة كهذه راح تقابلها تداعيات عسكرية وسياسية. دول شرق أوروبا الغير منضمة للناتو مثل فنلندا والسويد تشوف أن الناتو ما تدخل لحماية أوكرانيا بذريعة أن أوكرانيا ليست عضو، ولما طلبت أوكرانيا الانضمام قال الحلف أنها بحالة حرب وخيار الانضمام غير متاح، وبالتالي تسعى للانضمام إليه كخطوة استباقية. تعاون السويد وفنلندا سابقاً مع الناتو في التدريبات والمناورات العسكرية جعلها من الدول المهيئة للانضمام إلى الناتو والاندماج بسرعة في الحلف، خاصة أن الدولتين الآن يناقشان زيادة سعة الانفاق العسكري بما لا يقل عن 2% كدول الناتو، يعني باختصار كل ما لا ترغب فيه روسيا.